حايل حايل بعد حية وقرية عقدة بحايل تحتضن مشروع قيد التنفيذ وهو مشروع شلال توكلنا اللي يهدف إلى تنمية القطاع السياحي في المنطقة وكذلك جذب الزوار والسياح من داخل وخارج المملكة. ناخذ تفاصيل أكثر مع زميلنا محمد العثمان اللي حيعطينا أكثر تفاصيل عن هذا الموضوع. الصورة لك محمد. أهلا بك وكذلك أهلا بكل مشاهدي القناة السعودية وتحديدا برنامج ديرتنا. نتواجد في قرية عقدة لتعريف بمكان جميل ورائع ومليء بالكثير من الأمور المهمة. أتحدث عن شلال توكلنا من خلفي والعديد من الأماكن المحاطة فيه. مواطن حائلي يود التعريف بهذه الأمور، يود أن يساهم في تنمية السياحة هنا في المنطقة. أتحدث عن الأستاذ عبد الله المثال، ويشرفني أيضا الأستاذ عبد الله المثال للحديث عن هذا الشلال بتفاصيل أكثر. أستاذ عبد الله يعطيك العافية، تحدثنا عن شلال توكلنا وعن التفاصيل الخاصة فيه. حياكم الله أولا، وحيا الله قناتنا العزيزة علينا وبرنامجنا اللي نتابعه باستمرار. حقيقة الشلال تقريبا تجاوز 16 مرحلة بالتحديد، وهو كله مبني على الحجارة ومنسجم حقيقة مع رؤية المملكة 2030 بكل تفاصيله حقيقة واحتواه. وحقيقة احنا وجدنا حقيقة دعم من سمو أميرنا العزيز عبد العزيز بن سعد وسمو نائبه فيصل بن فهد وجميع الأهالي والزوار اللي يجونا من هذا. طيب من خلفي خارطة، ودي تكلمني بتفاصيل أكثر عن هذه الخارطة. طبعا هذه محافظات حائل الثمان، راح نستخدم بها الباركود والتقنية الحديثة بحيث أن الزائر يستطيع أن يأخذ أي معلومة وباللغة اللي هو حدده عن كل محافظة. طيب. أنت تكلمت عن 17 مرحلة، الآن في أي مرحلة وصلتم؟ الآن احنا متواجدين، الآن احنا بالمرحلة الأولى والثانية اللي بجنبنا هنا، والمرحلة الثالثة على شكل هلال وكلها بالحجارة وبالتصاميم الطائية القديمة ولها بعد تاريخي، ولو لاحظتوا من الخلف يعني بعد طائي من آلاف السنوات. وعندنا برضو كذلك المتحف ومنسجم مع المشروع، والمتحف طبعا يمر بثلاث مراحل، متحف متخصص بالحجارة الحائلية العريقة العزيزة علينا. طبعا يمر المتحف بثلاث مراحل، مرحلة الجمع، مرحلة الفرز ومرحلة العرض. مرحلة الجمع جمعنا حوالي 50,000 قطعة، وكذلك عندنا العرض يتساعد معي بحكم الاختصاص المهندس الجيولوجي جريس الغيثي الشمري، وكذلك البروفيسور رول حقيل. جميل، يعطيك العافية أستاذ عبد الله. إذا كان هذا الأستاذ عبد الله المثال يحدثنا بشكل أكبر وتفاصيل أكثر عن مشروع شلال توكلنا، وبإذن الله أنه مشروع ناجح يستهدف التعريف بالكثير من الأمور التي تساهم في تنمية السياحة في المنطقة.